كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. ولا كان في يوم يخطر على حاجات كتير ما كانتش يوم عامله حسابها. مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا، مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا، تيجي الحقيقة تصدنا وتهدنا دمنا. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على بالي يجي يدق الشر بابها، ولا كان في يوم يخطر على بالي يجي يدق الشر بابها. وتشوف معاها حاجات كتير ما كانتش يوم عاملة حسابها. هتيجي تركب معايا؟ حاضر. شعبان عمرك هتصدق باشا انا هركب مع ابراهيم دي، سوق انت العربيه واركب قدام المحكمه. عمرك يا باشا. شكلك كده هيودينا بدقيق. ما تخافش، خلي قلبك حديد حديد.
كمان لسه ما وصلش. انت مش قلت له يجي لك على هنا؟ بس انا كنت عاوز اركب قريب. اتفضل معلم. هلو. ويلكم دكتور جين. هاي دكتور. هاي. هاف ا سيت بليز. ثانك يو. ها ايه الاخبار؟ اخر مره زرت دكتور شهاب كانت حالته النفسيه ممتازه. يس اكسلنت. حتى تقارير الاطباء ابتدت تكون مطمنه. والممرضه كاتي بتقول في تقريرها ان بقى انسان فيري نورمال، ظريف ودود، وشهيته للاكل اتحسنت. ثانك جاد. دي حاجه هايله يا دكتور. يظهر ان ليكي تاثير جامد عليه. دكتور شهاب كان محتاج انسان يثق فيه ويقف جنبه ويغير نظرته للحياه. بتهيالي ان هو كان عنده احباط نتيجه اللي حصل له في مهنته. لو حصل تحسن في حالته لمده اسبوع انا هامر بخروجه. اسبوع؟ اسبوع تو ماتش دكتور. هي هاز تو بي اندر كنترول. ايوه بس بتهيالي انه لو قعد في المستشفى اكتر من كده ممكن حالته النفسيه ترجع تتاثر تاني. anyway انا هامر ان يسمحوا له انه يتحرك في الجزء المفتوح في المصحه اللي ما فيهوش رقابه ظاهره. ونشوف ردود فعله. إذا كان بعد 3 أيام ما عملش أي محاولة للهرب أنا هستشير الدكاترة إنهم يسمحوا له بالخروج. فيري جود. أنا متأكدة إن خروجه من هنا هيرفع معنوياته ويبعد عنه خالص الإحساس بإنه مريض نفسياً. دكتور جين، لولا أنا عارف إن تخصصك في جراحة القلب كنت طلبت منك إنك تيجي تشتغلي معانا هنا. مفيش حاجة في الأخبار. مفيش حاجة في الأخبار؟ يعني إيه؟ بس ممكن أوي يكون ده حصل، بس ما جابوش عنه خبر في التلفزيون يعني. تصدق بالله؟ أيوه. أنا خايف لا يقولي خبرك أنت. خبر أنا؟ أشادي بيه الملف السعد. سعد؟ فعلا؟ ما أنت شايف الأنا اللي أنا فيه. الحقيقة يا فندم المقابلة النهاردة كانت مهمة جدا. أنا أول ما كلمت الراجل رحب بالفكرة فقلت لازم نقعد معاه. لا وهو راجل يعتمد عليه حقيقي يعني. شعبان أوامرك يا باشا. راكب فين؟ راكب في الشارع اللي ورا المحكمة يا باشا. طب يلا بسرعة. هتروح المكتب على الدكتور؟ لا الحقيقة أنا موعد الأسرة النهاردة هتغدى عند عمتي. بس هو يا بنتي قاعدة هناك ومش شفتهاش أبدا. طب ما تيجي تغدى معايا. لا ده فرصة سعادتك بقى أنا أروح أشوف البنت. هتندم يا أحمد على الغدوة دي. اتفضل سعادتك. اتفضل. سلام. مش شايفني يا ابني ولا ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. انا جايبه لك معايا خبر هايل يا شايب، خبر هيفرحك قوي. ايه هو؟ ما عندكش فكره قد ايه انا محتاج لخبر يفرحني. بس كده؟ هو انا يعني وجودي معاك ملوش اي تاثير؟ يا حبيبتي احنا الاثنين بقينا واحد. والخبر ده بقى فرحك؟ طبعا. خلاص يبقى اكيد هيفرحني انا كمان. شفت بقى انت حولت المساله اللوغاريتمات ازاي؟ طب قولي لي بقى ايه هو الخبر ده؟ انت ممكن تخرج من هنا بعد 3 أيام. حقيقي الكلام ده؟ مين اللي قال كده؟ مدير المصحه بنفسه قال ان تقارير الدكاتره كلها في صالحك، مش فاضل بس غير الاختبار النهائي. اختبار ايه؟ ان هما يثقوا في سلوكك. عشان كده بتيجي يا حبيبي اليومين الثلاثه الجايين دول عايزاك ما تتصرفش غلط خالص. مش انت كان كل املك ان انت تخرج من هنا؟ هو انا عندي امل غيره؟ ما عندكيش فكره قد ايه خروجي من هنا هيساعدني في حاجات كتير. حاجات؟ حاجات ايه يا شهاب؟ اوعى تكون لسه في دماغك الافكار السخيفه دي. انا مش عارف مين اللي قال، انا ولا انت ولا اي حد تاني، ان الانسان بيتولد كل يوم. وانا لو خرجت من هنا هتولد من جديد. المهم ان انت تكون انسان جدير بميلادك الجديد ده. إنسان عاوز يعيش حياة جميلة، يحب الناس والناس تحبه. أنا طول عمري كنت عايش بالمفهوم ده، وأدي النتيجة. اللي حصل لك ده يا شهاب كان من مساوئ القدر. ما تفتكرش إن الحياة لازم تبقى في صالح الإنسان على طول، لكن الإنسان القوي هو اللي بيقدر يتحمل مصايب الحياة دي وما بينهزمش قدامها. وأنا أعدي بيك دايماً إن أنت إنسان قوي. أرجو أن أكون دايماً عند حسن ظنك. أنا قلقانة أوي على أحمد. طلبت يجي 5 6 مرات على الموبايل ما بيردش، ولما رد عليا آخر مرة قال لي بعدين بعدين يا سوريا أنا مش فاضيلك دلوقتي. هو اللي بيشتغل شغلة جوزك ده بيفضي أبداً؟ أنا مش عارفة إيه اللي عاجبه في الشغلانة دي. شغلانة كلها مجرمين وناس بيقتلوا وناس بتحصل لها بلاوي. دي شغلانة نبيلة أوي يا عمتي. يا أختي تلاقي. أنا مش عارفة في مثل بيقول
اقفل قدر على فمها تطلع البيت لامها. هو انت مش عارفه ليه طالعه على ابوكي؟ يعني ماما وبابا بيفرقوا ايه عن بعض يا عمتي؟ انا مش عاجبني فيكوا بقى غير مجدي، هيبقى حته دكتور عتل وكده عايش الدنيا ببساطه بسهوله، مش زي ابوكي معقد. بابا مش معقد يا عمتي. خلاص بقى يا مها. ساكته ليه يا ست سهى؟ انا بسمع اللي بيتقال. يعني عاجبك كلام عمتك ده؟ سهى دي بنت مؤدبه ومتربيه، مش زيك بتنطحيني في الكلام كلمة بكلمة. تلاقيه مجدي، أنا قلت له يجي من الكلية على هنا. ولغاية دلوقتي من غير غدا؟ هتلاقيه أكل سندوتش ولا حاجة. طب ليه ما خليتوش يجي يتغدى هنا وبعدين نروح الكلية تاني؟ بابا. يا بابا مالك؟ أنت تعبان يا بابا؟ في إيه يا أحمد؟ كويس، ما تقلقوش. انا لسه بس راجع من قصر عيني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ وانا مستني السواق ياخدني الفرامل سابت منه وعمل حادثه. حصل له حاجه؟ الباقي في حياتكم. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا، سعاده الباشا، اسمعني بس يا سعاده الباشا. عاوز ايه يا ست انت؟ عاوز اقول لسعادتك. لا ولا تقول ولا تعيد. انا تاكدت دلوقتي ان فعلا كلمتي ما بتنزلش الارض. السعادله مش انت. طب اعرف بس ايه اللي حصل. اوه، ولا عايز اعرف اللي حصل ولا اللي ما حصلش. انت كل مره تبهلزني في الكلام وتحكي لي حواديت وحكايات. والله ما بكذب عليك يا سعاده الباشا. طب وش شرفك؟ لا 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 لا، استوب لحد كده بقى واربط. الا شرفك سعاده الباشا. انا عاوز اقول لحضرتك احنا كنا موضبين كل حاجه اخر قلسطه. اخر قلسطه؟ طب وايه بقى اللي حصل المره دي؟ اللي حصل يا سعاده الباشا ان الواد فلفل خلى تيل الفرامل على الشعره عشان يعني العمليه ما تبقاش مفقوسه وفعل فاعل. السواق عدى اول مشوار لوحده لان الزبون ركب عربيه مع واحد تاني لحد محكمه باب الخل. السواق راح ركن العربيه وعلى بال ما ركن كانت الشعره اتقطعت والعربيه جاهزه للزبونين لجنه الخل. يوم النصيب بقى سعاده الباشا السواق يروح يجيب العربيه من الموقف عشان الزبون يركب. طبعا اول ما داس بنزين العربيه فلقت على الاخر والسواق معرفش يوقفها وهو اللي راح لوحده لجنة الخل. حظ ايه الهباب ده؟ الراجل ده ايه؟ بسبعة ارواح زي القطط. على العموم التالته تابته. لا 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 تالته ولا رابعه. ما تودينيش في داهيه بقى. داهيه اكتر من اللي انت فيه ده. بلاش قله ادب يا ودي. هو اللي بيقول الحق يبقى ليه الادب. ياه. مدير المصحه بنفسه قال ان تقارير الدكاتره كلها في صالحك، مش فاضل بس غير الاختبار النهائي. اختبار ايه؟ ان هما يثقوا في سلوكك. عشان كده بتيزي يا حبيبي اليومين التلاتة الجايين دول عايزاك ما تتصرفش غلط خالص. مش انت كان كل املك ان انت تخرج من هنا؟ يا فندم، انا اللي كنت مستهدف من الحادثة دي. ازاي بس؟ العربية اللي خبط فيها شعبان هو اللي خبطها من ورا. لأن الفرامل كانت سايبة. بتحصل كتير. لا، لأن شعبان مغير فرامل العربية دي من 3 أشهر، يعني ما لحقتش. تفتكر حد لعب في الفرامل؟ أيوه، بس اللي كشف على الفرامل في التحقيق قال إنها كانت قديمة وفي حالة سيئة. يا فندم، يبقى أكيد حد استبدل فرامل العربية بفرامل تانية مستهلكة. وافرض إن ده حصل، وفعلا هو اللي حصل، مين بقى المتهم؟ متهم؟ كلنا عارفينه سعادتك. انت ناسي يا احمد ان شهاد العزبي في السجن؟ يعني مش هتقدر تثبت عليه حاجه. مش هيغلب يدبرها حتى وهو في السجن. لكن اللي صعبان عليا في الحكايه دي كلها شعبان الله يرحمه. يا ترى اهله هيعملوا ايه؟ وانت ناوي تعمل لهم ايه يا احمد؟ عاوز اعوضهم. دول ناس غلابه وما لهمش ذنب، وشعبان كان العائل الوحيد ليهم. طب هما مش هياخدوا معاش؟ يكون ايه يعني المعاش؟ ده سواق. بقول لك ايه يا احمد؟ انت مش هتاخد تعويض من قضيه شادي العزبي. طب ما تدي لهم جزء منها. برافو عليكي، صح، يبقى لهم نصيب زي ضحايا شادي العزبي. بس انا اللي يهمني دلوقتي الشق الجنائي،
لازم اوصل للمجرمين اللي سببوا في موت شعبان. ودول هتوصل لهم ازاي بس يا احمد؟ ايه الحكايه؟ ايه الاخبار؟ العمليه كانت نظيفه ومية مية، بس من ذنبنا انها ما نجحتش. اسمع، انا عايزك تكن وتلبت في الدره لحد ما نشوف الباشا ناوي على ايه. ليه؟ مش مرتبين لعمليه تانية؟ الموج عالي اليومين دول، واكيد الجو ملبش. وهنقبض ازاي؟ ما تخافش، انا حسلك منه ورشين. تفتكر هيدفع؟ احنا مش غنينا، ذنبنا ايه بقى ان ما حدش سمعنا؟ انت ليه عاوز ترجع البيت يا شهاب؟ يعني ايه عاوز ارجع البيت؟ ده بيتي يا جين. لكن البيت ده بقى كله مشاكل ومتاعب، انت لازم تبعد يا شهاب، حتى ولو فتره صغيره تقدر تفكر فيها. احنا مش اتفقنا ان الانسان ممكن يتولد كل يوم من جديد؟ خلاص، انت قدامك حياه جديده تقدر تعيشها. يعني عايزاني اروح فين يعني؟ ايه رايك لو نطلع سوا الريف؟ طب وشغلك؟ مش مهم، اخد اجازه. تاخدي اجازه ايه؟ انت لحقتي تشتغلي عشان تاخدي اجازه. شهاب مالك يا حبيبي؟ من ساعة ما سيبنا المصحة وجينا على هنا وانت ساكت. شهاب في حاجة يا حبيبتي؟ بقولك مالك ساكت ليه؟ لا ابدا مفيش حاجة. انت تعبان ولا ايه؟ لا سرحان بس. سرحان في ايه بس؟ بقى حواليك الجمال ده كله وتسرح؟ فعلا الجمال ده كله حواليا، لكن انا لكن ايه يا حبيبي؟ حاسس ان انا عايز استريح، مش عايز اكلم حد. As you like. براحتك. دلوقتي لما نطلع فوق ترتاح، يا ريت تحاول تنام شويه وما تفكرش في اي حاجه خالص. ما افكرش في اي حاجه خالص؟ لا انا مش اي حاجه، انا كل حاجه. يا شيخ طب يلا قدامي. جود مورنينج دكتور، يا ترى اخبار مريضنا ايه النهارده؟ Did you forget؟ انت ناسي مريضنا مين؟ مريضنا دكتور شهاب. Sorry دكتور توماس، دكتور شهاب is no more sick. He is now a normal person زي زيك، وخرج امبارح من المصحة. What؟ What do you mean خرج؟ امتى حصل؟ يعني قصدي اقول ما دي مفاجأة كبيرة، خروجه ده المفروض تدونا خبر أو تبلغوا زوجته مسز مارجريت. أنت ما عندكش فكرة مسز مارجريت قلقانة قد إيه عليه. قول لي دكتور، هو دكتور شهاب خرج من المستشفى لوحده ولا كان معاه حد؟ هو خرج مع الدكتورة جين المساعدة بتاعته، وهي اللي وقعت على مسؤولية استلامه. أيوه بس هو ما طلبش مراته. هو قال لي إنه ما بيثقش غير في الدكتورة جين. يعني ايه ده دليل على انه فقد قواه العقليه؟ ايه اللي بتقوله ده يا دكتور توماس؟ انت مش عارف مكانه المصحه دي في انجلترا وفي العالم كله؟ بليز دكتور توماس، ذاتس انف، المكالمه انتهت. فضلك بلغ كل الامن لو حاول الدكتور شهاب يدخل المستشفى تمنعوه، لانه هربان من مستشفى الامراض العقليه. مفهوم؟ Thank you.
هتفضل نايم كده على طول؟ هو في احلى من كده؟ اجمل احساس الواحد ممكن يحسه انه ينام في حضن الطبيعه. وليه ما تبقاش في حضن الطبيعه بس وانت صاحي عشان تستمتع بكل الجمال ده، وبدل ما يكون حلم يبقى حقيقه. ما دام الحقيقه مؤجله يبقى الواحد يحلم احسن. في ايدك ما تاجلهاش. تقبلي تتجوزي شهاب السلموني الدكتور سابقا؟ انا اقبل اتجوز شهاب السلموني في اي وقت، سابقا لاحقا، بس ما تنساش ان الوضع اللي انت فيه ده وضع مؤقت. لما يبقى دايم واقدر اخد حقي واخلص على توماس ومارجريت. ايه تخلص عليهم؟ قصدي اقول يعني اخلص منهم. وبعدين معاك يا جين، ليه خرجتيني من الاحساس الجميل ده؟ هو ده بس الاحساس الجميل؟ الاحساس بيبقى اجمل وانت جنبي. تعرف انا كمان عندي احساس جميل قوي ومش قادره اقاوم. ايه هو؟ هموت من الجوع. طب يلا بينا. ساكته ليه؟ يلا. ياه ده انا كنت جعانه بشكل. اجمل حاجه ان الواحد لما يكون جعان يلاقي الاكل قدامه على طول. وبعدين معاك بقى، ممكن اعرف انت سرحان في ايه؟ شهاب انا نفسي قوي لما نتجوز اني اقول. قولي كل اللي انت عايزاه. نفسي قوي لما نتجوز اخلف ولد بس يكون شبهك. وانا كمان نفسي اخلف بنت بس تكون شبهك. بس في الحاله دي بقى لازم نرجع مصر. مصر؟ ايوه مصر. توماس. يس. اي حاجة مهمة؟ طب خلاص انا مستنيك، تعال. باي. ثانك يو. شهاب خرج من مستشفى. هرب؟ لا اخلص علاجه. وامتى ده حصل؟ امبارح الصبح. ما تعرفش راح فين؟ المستشفى بتقول انه خرج مع دكتور جين. طب وبعدين؟ لا ما تخافيش ما تخافيش. يعني ايه ما اخافش؟ يعني ايه ما اخافش يا توماس؟ تفتكر هيسيبنا؟ اكيد هو عارف، او جين نبهت عليه. لو حاول يقرب منك او يأذيك هيبقى موقفه في منتهى الصعوبه. انا بقول تطلب منه الطلاق. لا 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 لا، انا ما اقدرش اواجهه. انا بقترح يكون في وسيط بينكم وكل واحد فيكم يطلب طلباته من خلاله. تفتكر هو هيرضى؟ والله ساعتها لازم ترفع قضية طلاق. المهم نعرف هو فين دلوقتي. هيكون فين؟ أكيد مع جين. لازم نعرف نختار الوسيط اللي هيكون بيننا. Thank you very much. بصراحة يا مارجريت أنا زرته مرة واحدة بس في المستشفى، كانت زيارة سريعة جدا، very short visit، حسب تعليمات الدكتور اللي كان بيعالجه. Didn't you get anything out of him؟ ما عرفتش منه حاجة؟ لايك وات؟ زي ايه يعني؟ يعني زي هيز فيلينجز، مشاعره ناحية الأولاد. لا يا مارجريت، شهاب ما رغاش كتير معايا. للأسف أنا اللي كنت بتكلم كتير، كنت بحاول أقنعه إنه ممكن يكون حصل ميس أندرستاندينج، وجايز يكون الكلام اللي سمعه له تفسير تاني غير اللي في دماغه. فاين. وكان رده إيه؟ He didn't say much، بس حسيت يعني إنه مش مقتنع بكلامي، بدليل إنه سابني وقام وقف يبص من شباك أوضته زي ما يكون بيقول لي يلا روح بقى. صدقني مستر فؤاد، بليف مي، الكلام اللي كان بيني وبين توماس عادي جدا. لكن انت عارف شهاب طول عمره بيغير منه وبيكرهه مش بيحبه، ففسر الكلام ده بطريقه تانية. ذاتس اول. انا كمان يا مارجريت مش مقتنع انك ممكن تبقي متجوزه راجل زي شهاب وتبص لاي راجل تاني. شهاب ده شخصيه بليف مي كل الستات بتحسدك عليه. اوف كورس يور رايت 100%. شهاب ده راجل عظيم. انت مظبوط. طب انت بقى طلباتك ايه؟ ليه؟ انت عارف مكانه؟ لا بس طالما خرج من المستشفى يبقى اكيد ان شاء الله هيتصل بيا. مستر فؤاد هو علاقته ايه بجين؟ جين؟ لا السؤال بقى اللي ممكن تساليه يا مارجريت،
هو ليه اتجه ناحية جين؟ في اعتقادي ان الراجل لما يكون متجوز ست كان بيحبها ومعترف بجمايلها عليه، اما يتجه لست واحدة تانية ده معناه انه حس باهمال مراته ليه وشعر بانها فقدت صلاحيتها كزوجة. نو مستر فؤاد، اتس نوت ذا كيس. انا ست مشغولة جدا، ودكتور شهاب برضو مشغول جدا. We're both very busy people. No, Margaret. It is the quality that matters, not the quantity. يعني لو بتشوفوا بعض ساعة واحدة في اليوم، الساعة دي ممكن تعمل حاجات جميلة قوي بينكم. انت عارف مستر فؤاد، انا قبل ما اقابل حضرتك كنت مصممة على الطلاق. I wanted my divorce. انما ايه رأي حضرتك؟ بصراحة يا مارجريت، انا رأيي عدم التسرع. Don't rush to this decision. خصوصا ان شهاب لسه طالع من ازمه نفسيه ومحتاج يرتاح ومحتاج فتره استجمام. بعد كده يا ستي نقعد ونتكلم. حقيقي حتى بعد ما خرج من المستشفى ما حاولش انه يجي بيته يشوف مراته يشوف اولاده، بالعكس ده فضل انه هو يروح عند واحده. مش قادره استحمل الكلام، my pride Mr. Fuad. It's terrible. I feel so much hurt. Margaret, give Shahab some time. Shahab محتاج وقت يقعد مع نفسه ويفكر ويشوف هو هيعمل ايه. مستر فؤاد، تفتكر شهاب ممكن ينتقم مني؟ تفتكر يا جين الواحد في الحياة لازم يقابل الشر بالشر؟ افتكر ان الواحد في الحياة لازم يسأل في نفسه سؤال واحد، ليه الخير ما يبقاش اقوى من الشر؟ وتفتكر ان ده ممكن في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده؟ واي نوت يا حبيبي، ليه لا؟ انا مش موافق على كلامك، واكبر دليل هو اللي حصل لي في حياتي. تقدري تقولي لي ايه الغلطه اللي انا عملتها عشان استحق كل اللي حصل لي ده؟ شهاب يا حبيبي، ارجوك تنسى الماضي، حاول تفكر في الجمال اللي احنا فيه ده. انا حاسه ان الطبيعه الجميله دي بتحضننا احنا الاثنين وبتاخدنا في حضنها. ايه يا حبيبي مالك؟ كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ هو انت كنت بتقولي ايه؟ لا انا مش هقولك كنت بقول ايه، انا عايزاك انت تقولي كنت سرحان وبتفكر في ايه. كنت في الحقيقة بفكر في نفسي. ها؟ ووصلت لايه؟ وصلت ان انا عامل زي اللي نازل يعوم وفجأة لقى نفسه في وسط الامواج. الامواج كانت اقوى منه، ما بقاش عارف يعمل ايه. بسيطة جدا، اقولك انا بقى يعمل ايه؟ انت مش بتقول ان هو بيعرف يعوم؟ خلاص يفضل يعوم لحد ما يوصل بر الأمان. الأمان؟ الأمان دي كلمة صعبة قوي. عايشين في زمن ما فيهوش أي نوع من أنواع الأمان. أرجوك يا حبيبي بلاش التشاؤم ده، حاول تنسى. تعرف إن الأمواج العالية اللي أنت كنت بتتكلم عليها دي هي الماضي؟ تفتكري واحد زيي بعد كل اللي حصل له ده ممكن ينسى بالبساطة دي؟ آه طبعًا ممكن. أنت زمان كنت بتقولي إن الإنسان يقدر يتولد من جديد كل يوم. أيوه، كلنا عندنا رغبة في الحياة، لكن اللي حاصل بقى ان الحياة هي اللي ما عندهاش رغبة اننا نعيشها. امال فين الإرادة؟ الإنسان بالإرادة يقدر يحقق حاجات كتير جدا ما كانش يقدر يحققها قبل كده. أنا عندي حاجات كتير قوي لازم أعملها بعد كده أقدر أقول إن أنا أقدر أعيش. حاجات؟ حاجات زي إيه؟ اللي بيني وبين شادي العزبي مش خصومة شخصية. ممثل النيابة دايماً بيحاول يدور على الحقيقة، سواء إدانة أو براءة، يعني مش اتهام على طول. حتى بعد اللي هو عمله ده يا بابا؟ هو من وجهة نظره كان بيدافع عن نفسه وعن كيانه، صحيح بيدافع عن نفسه بطريقة خطأ وغير قانونية، فبعتبر أنا الحكم اللي أخدته ضده ده حقي القانوني. على العموم مش مشكلة، إحنا دلوقتي بقينا من أصحاب الملايين. مين قالك؟ الله، هي مش المحكمة حكمت بتعويض 4 مليون جنيه ولا إيه يا بابا؟ تفتكر ان سمعه ابوك تساوي بس 4 مليون جنيه؟ ولا فلوس الدنيا تساوي سمعتك يا بابا. اختك قالت لك؟ بابا قال ان الفلوس دي هتتوزع على اسر ضحايا شادي العزبي. يا جماعه بس فكروا فيها، ما احنا كمان من ضحايا شادي العزبي. لا انا مش من ضحايا شادي العزبي ولا عمري هكون ضحيته، انا اديت اللي عليا وبس. اللي عندها اب زي رئيس النيابه احمد عبد الرؤوف كانها لابسه تاج على راسها اعظم من تاج الملوك. اللي بتقوله اختك ده هو ده ثروتنا الحقيقيه.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يا بابا. تفتكر ثروتنا الحقيقية دي هي اللي هترد الدين اللي علينا لا طنط إحسان؟ اقعد يا سهر. سهر قولي لي أي حاجة. بابا دلوقتي هياخدك مني بعد ما كسب القضية وأخد الفلوس. بابا ممكن يسدد لحضرتك الفلوس اللي عليها، لكن لو شاف إن حضرتك فعلا محتاجاني أكون جنبك مش هيعارض، وساعتها هيسيب لي الاختيار. سهر فلوس إيه اللي بتتكلمي عليها يا حبيبتي؟ أنا مش بتكلم على الفلوس، أنت عارفة إن أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، ولو بابا خدك مني إيه يبقى حكم عليا بالإعدام. طمني يا طنط، بابا إنسان قلبه طيب، ده بيرجع للناس حقوقها. إذا كان كده يبقى أنت حق يا سهر. أنا عارفة يا طنط، متأكدة قد إيه أنا غالية عند حضرتك، عشان كده بقول لحضرتك اطمني وما تقلقيش خالص. يعني مش هتسيبيني يا سهى؟ حتى انك عايشة معايا على طول يا حبيبتي، انا ما اقدرش استغنى عنك يا سهى. انت عارفة يا سهى لو مت هكتب لك نص الفلوس اللي عندي. عمته انت ليه دايما بتطلب لي حب الناس بالفلوس؟ اني ما عنديش غيرها يا حبيبتي، ما عنديش غيرها. فلوس ايه اللي انت عايزها؟ فلوسي واملاكي. فلوسك انت صرفتها على الستات وعلى عشيقتك جين. انا ما صرفتش فلوسي على الستات. ايه هي بقى املاكك دي؟ القصر اللي انت عايشه فيه والمستشفى. القصر ده بيتي انا واولادي، والمستشفى احنا شركاء فيها. وفين بقى ايرادات المستشفى الفتره الاخيره؟ المستشفى بتمر بصعوبات ومشاكل ومصاريفها اكتر من دخلها. المستشفى دي كانت بتكسب ملايين. ده كان زمان قبل قضيتك، انما المستشفى دلوقتي بقت سمعتها في الارض والناس بتخاف تخشها، وانا بدفع من رصيدي مرتبات الدكاتره والموظفين. انت بتدفعي من مكاسب العمليات غير المشروعه اللي بيعملها عشيقك توماس وانت بتساعديه فيها. انت جاي عايز ايه بالظبط؟ عايز حقي، وبعد كده هطلقك زي ما انت عايزه. انت مالكش عندي حقوق. يعني ايه؟ يعني هتطلقني غصب عنك. انت هتدفعي لي فلوسي وتعمل نصيبي في المستشفى. وين ما دفعتش هتعمل ايه؟ بتحكمي على نفسك بالاعدام. تخرج برا برا. جيت اوت اوت. انا هخرج بس بعد ما اقتلك واخلص عليك. انت وعشيك توماس ده وانت انت مش هتعيشي بفلوسي. مين؟ يا ماهر. ماما ماهر مين؟ ماهر ابنك. وات هابند ماما؟ من ساعة ما عرفت ان ابوك خرج من المصحة بقت مرعوبة. مرعوبة من ايه؟ هو مش قالوا خلاص ان اتعالج وبقى طبيعي؟ ما حدش يضمن الناس اللي بيخشوا المصحة. ساعات كتير قوي لما بيخرجوا بيرجعوا اوحش من الاول. لا يا ماما، ده بس لما حد بيسيرهم. لكن ارجوكي بقى لما ده يرجع حاول ما تعمليش معاه مشاكل. انا عمري ما عملت معاه مشاكل. هو اللي من ساعه ما عرف المساعده بتاعته اللي اسمها جين دي ما بقاش طايقني. لا يا ماما، من يوم ما حكموا عليه بعدم ممارسه الطب هو اعصابه تعبت. ايه ده؟ في ايه؟ انت بتدافع عنه مع انك ما كنتش بتحبه. انا ما كنتش بحبه؟ انا عمري ما كرهته ماما، بالعكس انا بس كنت بكره اراءه وتصرفاته، وكنت فخور بيه جدا لانه دكتور عبقري وجراح عظيم كمان. على العموم خلاص خلاص، انا قررت اطلب الطلاق خلاص. فيري جود فيري جود مام، هو ده الحل الكويس عشان البيت ده يعيش في هدوء. وانت بقى هتعيش مع مين؟ معايا ولا مع باباك؟ هفكر، بس انا ممكن اعيش لوحدي. ومين اللي هيصرف عليك؟ مين اللي معاه الفلوس فيكم؟ طبعا انا. ده بس من حسن حظي. جود نايت مام. ماهر، انا اول مره اشوفك تشرب بالنهار. بحاول انسى. تنسى ايه؟ مشاكل البيت يا بيتسي. هي المشاكل دي مش هتنتهي؟ مش عارف. طيب وجودي معاك مش كفايه عشان تنسى؟ اسف يا بيتسي، بس مش عارف اقول لك ايه.
انت ما تصوريش حاله الرعب اللي موجوده عندنا في البيت. رعب؟ رعب ايه؟ ماما مسيطره عليها فكره ان بابا عايز يقتلها، وده عامل لها توتر جامد قوي، والتوتر ده طبعا ما نقول انا كمان وما نقول لاختي. لا اختي ايه، ما نقول انا لوحدي، لان اختي ولا في دماغها اساسا. طب ليه ما حاولتش تصلح بينها؟ اصلح بين مين؟ باباك ومامتك. لو قلت لك ان في حكم المستحيل هتصدقي؟ ليه؟ لان المشكله اللي ما بينهم بقت مشكله كبيره قوي، بقت صعب انها تتحل. طالما مش عارف تعمل حاجه يبقى اعمل زي اختك. ما اعرفش، في فرق بيني وبين اختي كبير قوي. وايه الفرق؟ الفرق ان انا بدور على الحب وهي بتدور على المتعه. انت عارف مشكلتك ايه يا ماهر؟ انك مش عارف انت عايز تبتدي منين. ابتدي ايه؟ اي حاجه. انا مش فاهم انت عايزه تقولي ايه بالظبط. انا اللي مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط. Just a second, John. I want to talk to you. انا عايزاك في حاجه مهمه. Yes, madam. دكتور شهاب خرج من المصحه، واي وقت هيحاول يخش الفيلا في وجودي او في غيابي تمنعه. Why you're not answering؟ انت ساكت ليه؟ ما تفكرش بقدر انفذ اللي حضرتك طالباه. ده مش طلب، ده امر، وصعب قوي تنفيذه. جون انت بتشتغل عندي، واللي انا بطلبه منك لازم تنفذه من غير اي سؤال. I'm sorry madam. يعني ايه you're sorry؟ I am sorry madam. اعتبر ده لفت نظر. تحت امرك يا فندم. جون انت بقالك سنين بتشتغل عندي، مش من مصلحتك انك تخسرني. برضو بقالي سنين بشتغل مع دكتور شهاب. دكتور شهاب ما بقاش طبيعي. والله اللي انا شايفه ان دكتور شهاب طبيعي، وطبيعي جدا كمان. تقصد ايه؟ حضرتك فاهمه كويس قوي اللي انا اقصده. انا مش بسالك انا فاهمه ايه، انا بسالك انت فاهم ايه. Good morning. Good morning, doctor. Have you seen Dr. Salamoni around? He's not in his room. Dr. Salamoni, he left. Left? When? About an hour ago, I say. Did he say where he was going? No, Dr. Jean. Is anything wrong? No. His mobile is out of reach. Don't worry, Dr. Jean. Dr. Salamoni has paid for the entire bill before he left. Paul? Did he ask for a taxi? Yes, he did, yes. يكون راح فين بس. Thank you. اهلا دكتور، تفضلي. جون دكتور شهاب موجود؟ لا للاسف. ولا مسز مارجريت؟ لا مش موجودة. تفضلي حضرتك اشربي حاجة. كمان. Good morning. Good morning. Can I help you? Sorry, Mrs. Salamoni, على الإزعاج. لكن أنا مضطرة بلغك. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لدكتور شهاب. اللي أنا عرفته إنه شهاب خرج من المصحة وإنت اللي استلمتيه. مظبوط. وأخدته على الريف. لكن صحيت النهاردة الصبح ما لقيتهوش. وعرفنا من الأوتيل إن هو مشي. بصراحة أنا خفت لا يكون قرر. قرر إيه؟ قرر ان هو يرجع بيته. بعد كل اللي حصل انت بتتكلمي على ايه بالظبط؟ هو اللي قالك ان هو عايز يرجع البيت؟ الحقيقه انا مش متاكده. لا انت متاكده وعارفه كل حاجه، اتكلمي اتكلمي قولي كل حاجه، والا لو حصلت منه اي حاجه غلط انا هحملك المسؤوليه. وات؟ مسؤوليه؟ مسؤولية ايه؟ دكتور شهاب كانت مسيطرة عليه فكرة الانتقام، وانا حاولت بكل الطرق ان انا اخرج الفكرة دي من دماغه. انتقام من مين بالظبط؟ You know. انت عارفة كويس. No, I have no idea. انا مش عارفة انت بتتكلمي عن ايه. انا كل اللي اعرفه انه شهاب كانت اعصابه تعبانة، دخل المصحة وبعد كده قالوا انه هو بقى كويس وحضرتك استلمتيه من المصحة.
هو بعتك عشان تلعبي باعصابي؟ انا؟ ايوه ما تحاوليش. انا فاهمه كل حاجه وانا مستعده لاي حاجه. روبرت، ماي كوفي. في اي حاجه تاني عايزه تقوليها؟ عموما انا ما جيتش هنا ابلغك علشان خايفه عليكي، لا انا علشان خايفه على دكتور شهاب. اه وبنتعلم يا حياه، مهما في يوم تدينا تاخدي منا اكتر، واللي في ايده ملوجه وحاجات تذلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. وبنتعلم يا حياه، مهما في يوم بتدينا بتاخدي منا اكتر، واللي في ايده ملوجه وحاجات تذلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقه كابوس، ويزيد في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقه كابوس، ويزيد في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. لو كان من خاف سلم ما كانتش ضاعت يا منفوس، والغدر اصبح مرض وعلى جو اصبح شيء ما يقول. نتعلم يا حياة، مهما في يوم الدين انا بتاخدي منا اكتر، واللي ملوجة وحاجات تزلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. ليه في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح نشاط يوصل يلاقي نهايته فيه. في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح لشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ده الخير في طريقه دايما، الشر ليه قاطع طريق، وانت ابو قلب طيب يا تعيش جبان يا تموت كريم. نتعلم يا حياة، مهما في يوم تدينا تاخدي منا أكتر، واللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا بكرة في عيوننا يصغر. نتعلم يا حياة، مهما في يوم تدينا بتاخدي منا أكتر، واللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا.